كان هناك شخص يصلي في الشارع في وقت الصلاة، حيث كان يعمل أكثر أوقاته في الشارع، فمن الممكن أن يقوم بالصلاة داخل المترو أو في الشارع نفسه على حسب توقيتات الصلاة. ولكن في هذه المرة كان يصلي في الشارع، وكان الناس يمرون من أمامه وينظرون إليه وهو يصلي في وسط الشارع، حتى مرت من أمامه فتاة، ولكنها فعلت أمامه شيئا غريبا، حيث أنها قامت بالتحرك أمامه يمينا ويسارا أكثر من مرة حتى تلفت انتباه هذا المصلي، وبعد ذلك قامت برمي شيء من يدها، ثم قامت بالنزول إلى الأرض حتى تميل أمامه بحجة أنها تلتقط الشيء الخاص بها الذي وقع منها على الأرض. ولكن هذا الشخص لم يتحرك، ولم تتحرك أعينه أو تحولت على هذه الفتاة، بل ظل يصلي كما هو دون أن ينتبه إلى أي أحد من المرة، أو حتى دون أن يلتفت إلى هذه الفتاة لحين انتهائه من الصلاة. وبعد ذلك بدأ يتحدث مع الناس عن الصلاة وعن أهمية الصلاة في مواعيدها، حتى قال لهم أحدهم: أنت تهتم بالصلاة في مواعيدها وتقوم بالصلاة في أي مكان في وقت الصلاة، ولكنني أنا لا أقوم بالصلاة أبدا، ولكن بعد هذا الدرس الذي أخذته منك سوف أصلي إن شاء الله كل فرد في وقته، لأنه كيف يمكن أن تقوم بالصلاة في الشارع وأنت تعمل، وأنا لا أعمل ولدي فراغ كثير ولا أقوم بالصلاة، فلذلك يكون ذنبي أكثر من أي شخص آخر. وكانت الفتاة التي حاولت أن تلفت انتباهه تقف بعيدا وتسمع كلامه مع جميع الواقفين في الشارع، ثم جاءت إليهم وقالت لهم: إن هذا الشخص كان ينظر لي وهو يصلي، وكان يريد أن يتكلم معي، ولكنني لم أقبل هذا الأمر. فتعجب المصلي مما قالته هذه الفتاة، ولماذا قالت هذا الأمر وأنا لم أفعله على الإطلاق؟ فقال المصلي إلى جميع الواقفين: أنا لم أفعل هذا الأمر على الإطلاق، ولا أعلم لماذا تقول هذا. فاتضح بعد ذلك بأنها فعلت ذلك لأنها قالت في داخلها: إنه يفعل هذا لكي يحكي الجميع عنه بأنه شخص يعرف الله جيدا ولا يترك الصلاة مهما كان السبب. اعتبرته نفاقا من هذا الشخص، وأن الأهم لديه هو أجر الناس عنده وليس أجر الله سبحانه وتعالى. فقال لها الشخص المصلي: أنا لم أفعل هذا من أجل ما تقولي، ولكن اليوم قد تعلمت درسا منك، هو أنني عندما أقوم بالصلاة أحاول أن يكون المكان مغلقا، وذلك مراعاة لشعور البعض الذين يفكرون أن الذي يفعل هذا يحتاج إلى مديح الناس. وهي قالت له: أنا أيضا تعلمت درسا جيدا منك بأن ليس كل من يصلي بالشارع يكون محتاجا إلى مديح الناس، وأن لا أظن السوء بالآخرين بل أفترض دائما حسن النية، وإن الله سبحانه وتعالى هو من سيحاسب كل واحد على ما بداخله، وأنا ليس للحق بأن أحاسب الآخرين. أتمنى أن تأخذوا العبرة والموعظة من هذه القصة، وأنتظر تعليقاتكم عليها، وبإذن الله سأرد عليها جميعا. كانت هناك سيدة تسافر إلى بعض البلدان الإفريقية، وذلك لأنها كانت تعمل سفيرة لهذه البلدان، وكانت تنتقل من مكان إلى آخر داخل إفريقيا. وفي إحدى البلدان جاء وقت الصلاة وكانت غير موجودة في المكان المخصص لصلاتها، ولكنها قد تعودت على أن تصلي كل فرد في وقته ولا تترك الصلاة لأي ظرف من الظروف، فلم يكن شيئا يمنعها عن ذلك. فكانت عندما تواجه أي ظرف في توقيتات الصلاة كانت تقوم بالتصرف فورا للخروج من هذه الظروف، وذلك نظرا لأنها سيدة وليست رجلا، فكانت تقابل ظروفا صعبة للغاية وأكثر من ظروف الرجال، ولكن كانت تقوم بحل تلك الظروف لكي تقوم بالصلاة. وفي ذلك اليوم كانت في الشارع فقالت: ولماذا لا أبحث عن زاوية وأقيم فيها صلاتي؟ وبالفعل ظلت تبحث عن زاوية في الشارع حتى وجدت زاوية في مكان هادئ جدا، فقالت: لقد وجدته، وقامت بالصلاة في تلك الزاوية التي كانت في الشارع. ولكن وقع شيء غريب جدا لم تتوقعه على الإطلاق ولم يتوقعه أحد أبدا، فكانت عينيها مغلقة في الصلاة، وعندما فتحت أعينها
وجدت أسدا يقف أمامها على بعد حوالي 10 أمتار فقط. فانزعجت السيدة جدا من ذلك الأسد، ولكنها قررت بأن تستكمل صلاتها أولا. وإذا حدث شيء وهجم الأسد عليها، فإنها قد تكون عرفت مكانها تماما في الآخرة. ولكن كانت في كل بضع ثوان تنظر إلى الأسد لكي تشاهد ماذا يفعل، ولكن الأسد كان يقترب منها رويدا رويدا، وهي تتمسك أكثر بصلاتها وتصرخ من داخلها إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينقذها من ذلك الأسد، وسلمت نفسها لله سبحانه وتعالى أن يفعل بها ما يريد، خيرا كان أم شرا، لأنه في النهاية سيكون خير عند الله في الآخرة مهما كانت النتيجة. ولكن عند انتهائها من الصلاة كان الأسد قد اقترب منها جدا، ولكن قبل أن يهجم عليها، وإذا بشاب قام بإطلاق الرصاص عليه حتى خاف الأسد وترك السيدة وهرب من المكان. فعندما سألته السيدة كيف فعلت هذا في الوقت المناسب، قال لها الشاب: أنا رأيتك تبحثين عن شيء في كل مكان، فوقفت أنظر إليك حتى أعرف على ماذا تبحثين، وبعدها فهمت أنك كنت تبحثين عن مكان للصلاة. فقلت في نفسي: إن هذه سيدة تبحث عن مكان للصلاة في الشارع، وأنا شاب ولم أقم بالصلاة على الإطلاق، وحزنت من داخلي على نفسي وعلى حالي، وقلت: ولماذا لا أغير من نفسي؟ وأثناء تفكيري شاهدت الأسد يقف أمامك، فقمت مسرعا إلى البيت لأنه قريب من هنا، وأحضرت سلاحي، وعند رجوعي كان الأسد قد اقترب منك جدا، فقمت بإطلاق الرصاص عليه لكي يتركك ويهرب. وأنا الآن سعيد لأن الله جعلني سببا في إنقاذك، الذي كان بالطبع يريده الله سبحانه وتعالى. فقالت له السيدة: نحن الاثنين استخدمنا الله في إنقاذ كل واحد منا للآخر، فأنت أنقذتني برصاص سلاحك، وأنا أنقذتك برجوعك إلى الله والهداية إلى طريقه، وإنما هو ترتيب من الله سبحانه وتعالى حتى يحلت ما حدث اليوم. وأتمنى أن تأخذوا العبرة والموعظة من هذه القصة، وأنتظروا تعليقاتكم عليها، وبإذن الله سأرد عليها جميعا. كانت هناك فتاة تذهب في كل عام مع أسرتها إلى إحدى الأماكن الصيفية حتى تقوم بالمصيف داخل ذلك المكان، وكان من ضمن أماكن المصيف هو شاطئ البحر، وبالطبع هو من أهم الأماكن، وبدونها لا يمكن الاستمتاع بالمصيف. ولكن الفتاة كانت لا تحبه بسبب العري الذي يكون موجودا هناك، وكذلك لأن هذه الفتاة كانت ملتزمة جدا وتصلي كل فرد في وقته، ولكن من أجل أسرتها كانت تذهب معهم إلى الشاطئ. وفي أحد الأيام كان الشاطئ مزدحما جدا، وكانت هي تريد أن تصلي، فقامت بالوضوء ثم تركت أسرتها وذهبت بعيدا عن الشاطئ في مكان لا يوجد به أحد حتى تقوم بالصلاة هناك. وبالفعل جلست حتى تصلي وأغلقت عينيها، ولكن في وسط الصلاة قامت بفتح عينيها لكي تشاهد هذا الأمر المفزع حقا، وهو ثعبان ضخم جدا يقف أمامها على مسافة ليست ببعيدة عنها. فهل تترك الفتاة الصلاة أم تكمل صلاتها والله سبحانه وتعالى ينقذها من هذا الثعبان؟ فكانت المفاجأة، وهي أن هذه الفتاة أكملت صلاتها ولم ترضى أن تتركها وتهرب من ذلك المكان، والثعبان يقف ينظر إليها. وعندما تفتح عينيها كانت تجد الثعبان يقترب منها أكثر فأكثر، حتى سلمت أمرها لله سبحانه وتعالى وقالت: لن أترك الصلاة أبدا مهما حدث. وفي آخر لحظة وهي مغلقة عينيها سمعت صوت الرصاص، حتى فتحت عينيها لكي تجد الثعبان تحت رجليها، وتجد شابا واقفا أمامها هو الذي أنقذها، وقال لها: سوف أحكي لك عن الحقيقة، أنا عندما رأيتك تذهبي بعيدا ولوحدك قلت في داخلي: من المؤكد أن هذه الفتاة ذهبت لكي تقابل أحدا وتفعل معه ما يغضب الله، ولكن عندما رأيت ما حدث تغيرت حياتي كلها من الظلام إلى النور، ومن البعد عن الله إلى الاقتراب منه، فأتوسل إليك أن تسامحيني لأنني ظننت بك شرا، وقد تعلمت كثيرا من هذا الدرس
بخلاف قربي من الله سبحانه وتعالى. تعلمت أيضاً ألا أرمي الناس بالباطل. فقالت له الفتاة: ضع دائماً أمامك الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تصيبوا قوماً ما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا وضعت هذه الآية أمامك فلن ترمي أحداً بالباطل، وأيضاً لن تغضب الله سبحانه وتعالى منك. وبالفعل تغيرت حياة هذا الشاب، وكان إنقاذ متبادل بينهما، هو أنقذها من التعبان وهي أنقذته من الهلاك يوم القيامة. وإن كان إنقاذ الفتاة للشاب هو الإنقاذ الأكبر، لأنها أنقذته من الهلاك الأبدي وهو أنقذها من الهلاك الدنيوي فقط. فلذلك علينا أن نكون في قمة الاستعداد الدائم حتى لا يكون مصيرنا هو الهلاك الأبدي. وأتمنى أن تأخذ العبرة والموعدة من هذه القصة وأنتظر تعليقاتكم عليها، وبإذن الله سأرد عليها جميعا.